اهلا وسهلا فيكم بقناة حمادة نصوح. اليوم حبيت اعمل اكلة هندية، مكوناتها موجودة بكل بيت. هي اسمها لام كوري. هي صلصة الكوري مع قطع اللحمة الغنم، وحد منا بيعملوا رز. حطيت انا هون المكونات، سلقت شرب، سلقت لحمة وبس، وصفيتها من الزوم، بس الزوم ما كبيته وخليته لانه بدي استعمله للصلصة. ونحن بحاجة لكزبرة يابسة، حار مطبوخ، بابريكا، جنزبيل ناعم، صلصة الطماطم، ملح اكيد، شوية ماجي، بهارات، هذا البهارات بس بيجي سائل، واكيد بدنا كاري، كتير ضرورية كاري، بهار ابيض، بهار اسود، والزيت، وبدنا توم، وهيدا بيستعملوه لحتى يعمل الصلصة شوي سميكة. يعني اللي ما عنده هيدا اسمه هون زوزن بنده، اللي ما عنده اياه في يستعمل طحين. الطحين هو بينوب عنه انه بيخلي الصلصة تسمك. واكيد ما بدنا ننسى الكريمة للطبخ، وكركم، بحاجة للكركم كمان. اول شيء بدنا نقلي الكزبره مع الثوم. هون عم بقلي هلا الكزبره مع الثوم. هاي الطنجره اللي سلقنا فيها اللحمه، شلنا بس اللحمه منها وعم نكفي شغل فيها. هون عم نقلي شوي هلا الكزبره مع الثوم، بس تتقلى نبلش بقى نزود اللي عنا اياه هون شوي شوي. لبين ما يتقلى الكزبرة مع الثوم فينا نحن بهالوقت نحضر الرز. بنحط زيت، بدنا نقلي اول شيء اكيد شعيرية مع الزيت. مثل ما قلت لكم قبل بمرة، لازم دايما نغلي المي ونسقط بعدين الرز. بهالطريقة بصير الرز ما بيخبص، تطلع كل حبة لوحدها. معيار دايما انا باخد رز محمود، هو مثل نوع من انواع رز بسمتي، غسلتون ما بنقعه، بس غسلتون. باخد عيار كل كباية رز كباية ونص مي. هلا هي عم تتقلى الكزبرة والثوم، فيني حط، هي عم تتقلى الكزبرة والثوم، انا فيني ضفلها اللحمة. انا عم قلي اللحمه، فيني بقى ازيد كل المطيبات اللي معي، كل البهارات اللي قلت عنهم مزيدهم. هون عندي بهار ابيض، برش شوي. عندي قرفه، معروف الاكل الهندي بطعمة البهارات القوية اللي بقلبه. عندي بهار اسود، عندي جوزة الطيب المبروشة المطحونة، عندي خلطة الماجي السائلة،
اللبن شوي. وعندي ما بدنا ننسى اهم بهار بالطبخة هو الكاري، لازم تكون طعمته زاهرة. وعندنا الكركم كمان كتير بيحبوا يستعملوا الهنود بالاكل، بلشت تطلع ريحة البهارات المشكلة. وعندنا هون الجنزبيل الناعم كمان حط شوي. ضلنا عم نقلب باللحمة شوي، هيدا خليط كزبرة وثوم مع اللحمة مع البهارات. اللحمة مثل ما ذكرت قبل انه مسلوقة، والزوم تبعها مخليينه عجرة بدنا نستعمله. هون عندنا حمي الزيت مسقط الشعيرية، عم نضلنا نقلب باللحمة لحتى تتشرب كل المواد اللي حطيناها بقلبها. هلا شو بدنا نزود بقى؟ الكريمة للطبخ نزيدهم. ضلقنا الكريمة كلها بقلب ال... هن 3 علب، وكل علبة بقلبها 200 جرام يعني 600 جرام، هن أكتر من نص كيلو بشوي كريمة. هلا الكريمة مع اللحم الشقف المسلوقة مع البهارات والكزبرة الكاري كله مع بعضه. هلا بنحط معلقة كبيرة صلصة طماطم، مي بندورة، ومعلقة كبيرة بابريكا حار المطبوخ. دائما الواحد بيحب يعمل اشكال اكل بلاد تانية، بس معظم الاحيان ما بيكون متواجدين المكونات عنا. هون قد ما فيني جربت انه يكونوا كل المكونات بكل بيت يعني. بلشوا يغلوا ويعقدوا على بعضهم. مثل ما قلنا كل المكونات موجودة بكل بيت، من كزبرة لبهارات. فيكم كمان اللي بيحب الطعم الحر بالاكل في حط حر، من الاكل الهندي معروف انه فيه حر وبهارات كتير بقلبه. انا بحط لهم حر لانه في ولاد صغار بدها تاكل فبيسوا. هلا بنطلق الزوم تبع اللحمه بقلبهم. هيك بنكون دلقنا شوربة اللحمه بقلب طنجرة اللام كوري، ودلقنا كمان قد انه يكون في كبايتين 3 كبايات لمية الرز، يعني الرز كمان طبخناه بمية اللحمة. هلا بعد ما تقلت الشعيرية زودنا المي 3 كبايات مي لمقدار 2 كباية رز، نخليهم يغلوا لحتى نسقط الرز. فينا نحط بس ملح، ملح بعد ما حطينا نحط ملح هون، ملح بالرز. انتبه دايما انه ما نكتر ملح مشان ما يكون الاكل مالح. بحب نجمد شوي الصوص، يا اما بالطحين يا اما بهذا اللي اجيتكم اياه. نزود شوي كاري، مثل ما قلنا عنصر كثير اساسي بالطبخه هو الكاري. مثل ما انا شايفين فينا نقول استويت الطبخه.
ناقص بس انه يخلص الرز، كل جاهز للتقديم. خليت المي، سقطنا الرز، نوز بقى الغاز، بنخلي الرز يستوي على مهله. هيدا طفيت له، استوى. وهيك بتكون طبختنا جهزت لليوم. الرز استوى، شايفين وقت الواحد بيخلي الرز المي تغلي بعدين بسقط الرز على معيار كبية كبية ونص، تطلع كل حبة لوحدها. واللام كوري كمان خلصت. بيسكب بقى الواحد الرز، بيحط فوق من هاي او حط بعضهم حسب الرغبة. والف صحة وهنا.